السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ واحد من عباد الله. خير؟ عاوز ايه وجاي لمين؟ قلت لك واحد من عباد الله. لا أعرف حد هنا ولا لي مصلحة بحد. هتدوني شاي ولا أروح لحالي؟ ماشي كده في انصاص الليالي وما خايفش؟ أنا متوكل على ربنا. أخاف من إيه؟ وعلى إيه؟ صح، كلنا متوكلين على ربنا. جرب جرب ده في يدك. اديله كوباية شاي يا أبو عمو. صدق كتر خيرك. لا لا ماليش فيه يا أبو عمو. مفيش في ايدينا حاجة نعملها. الحكماء بحر ومجبل شافوه، قلتوا عين، لفينا بيه شرقة وغربة وبرضه مفيش فايدة. قم بينا يا بوي، أنا حلفت بالله لن تنبيت عندي الليلة دي. حلفت قبلك وخلصنا خلاص. يلا توكل على الله، خلونا ناخد لنا غفوة. طب حلفان على حلفانك. والله ما تحلف. كتر خيركم، كرمكم زايد. الحكاية كلها ساعتين على الفجر، يعني مش مستاهلة. يعني لا راضي تقول لنا أنت منين ولا رايح فين ولا حتى راضي تقول لنا على اسمك. اسمي خلف. خلف الله. عاشت لسامي. وأنا غرابلي ودول ولد عمي فرج ودغار. زين الرجال، تصبح على خير. عايز حاجة قبل ما نمشي يا خلف الله؟ انتوا ما لزمكمش حاجة. يلزمكم الستر. وانا هدعي ربنا يسترها معنا جميعا. امين يا رب. امين. تصبح على خير يا خلف الله. انت من اهل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ما مصدقش اللي هتقولوه ده. الشيخ خلف الله كان هنا ليلة امبارح. كيف؟ احنا لقيناه داخل علينا بعد العشاء وقاعد معانا، وروحنا وسبناه بقيت مطرح وما كانش راضي يقول على اسمه ولا رايح فين ولا حتى جاي منين. يمكن ما يكونش هو. لا هو، ما شفتش عينيه عامله كيه؟ ما تقدرش والله العظيم يا عم الحاج تبص فيها، تتنفض على طول. يا ابوي على المعر، ده راجل غلبان وعلى باب الله. غرب لي بس اللي قلبه خفيف. ايه امال هنفضل طول النهار نقول هو ولا مش هو لما الراجل يروح كده ولا كده؟ يلا يا امه هات الراجل وتعال. يلا. اها ده الكلام ده الشاي. روح وياهم يا اخي. الحاج متعلق بقشاه يا ولد عمي. خلي عينك على الطريق وخلاص، احنا برضه ما تحققناش منه في الضلمه. بنت صغيرة أهلها راحوا في حادثة، حتموت لو ما لحقناهاش، لازم حد يوديها المستشفى. البنت دي لو جرى لها حاجة ولدك ما تكملش يا سيدنا. صايقة عليك النبي. يلا يا حاج يلا الحق على جوامع من المعروف. حاضر حاضر حاضر. ها ها
الو ايوه ده غار فين انت؟ لا ارجع هقول لك اسمع الكلام اللي هقول لك عليه. خد البنت وديها المستشفى، البنت اللي قلت لي عليها زي ما قلت لك وديها المستشفى وانا هكلم الدكتور عشان يعمل اللازم. يلا وانا على طول مسافة السكة وهحصلك. على السلامة. اتفضل يا سيدنا اتفضل. بسم الله. بيتك ومطرحك. تعال يا شمندي. اقول لك ايه يا حجة؟ مسافة السكة هوصل اطمن على البنت وارجع على طول. ها تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. ما يا حاج يا حاج طارق عند حبايبي. طارق انت عليك فين؟ يما يما استني هتدخل على الرجل وهو نايم جوه. ولدي طارق طارق ولدي رجع لي يا حاج ولدي رجع لي. انا مالك علي يا حاج الواد تعبان. هو انا نمت كتير وانا عيان؟ لا يا ولدي انت بخير والحمد لله. صح يا حش. لا خليه نايم ويصحى لوحده. تعال يا ولدي تعال يا ولدي في حضن ابوك. تعال ايه اجيب لك ايه تاكله؟ ثلاث ايام يشرب كوبايه لبن عنيزه صغيره وسليقه فروجه بس.
اتفضل يا سيدي، اتفضل اتفضل يا سيدي اتفضل. خير خير ان شاء الله خير. انا عارف اني ما يحقليش ان انا اعمل اللي عملته ده، وعارف ان انت هتعذرني لما تعرف انا ليه عملت كده. يقعد عمر يا سيدي. تشرب ايه يا سيدنا؟ ميه. بنتكت ياسمين شابه زينه هتدرس في الجامعه، جت من مده وقالت عاوزه تحجب، قول لها البركه. بعدها بمده جت وقالت لازم اتنكب، طوعناها. بعدها قفلت على روحها، امها سمعتها وهي بتتحدث مع ناس، دخلت عليها لقيتها لوحديها تايهه. الحكيم قال دي حاله نفسيه، اداها دواء. حالتها بقت في النازل، بقت تجري زي المدبوبه عريانه، لو حد مسكها تصرخ وتشد شعرها. قفلنا عليها الباب، بقى لا حد ينظرها ولا هي تنظر حد. خفنا لحد يشوف المصيبه بتاعتنا دي والبت يوقف حالها. طلبت مية وشربتها. سلام عليكم. سلام عليكم. يعني ايه؟ يعني دواها مش عندي. يعني الواد طارق ده اللي ما كناش عارفين هو مريض بيه، شفي على يدك وبتوخ تاني، انت عاجز عن التشفيها. اقعد حلفتك بالله، البيت فوق حالها يقطع القلب وامها عتمان بتروحها. قال له شوفها زي طارق وان شاء الله الشفاء هيكون على يديك. ما عنديش غير اللي اديته لطارق. جرب جرب يا سيدنا، مش هنخسر حاجه. وانا تحت امرك، طلباتك كلها مجابه، والاوضه بتاعتك مجهزه بالمجاميع. اقعد اسبوع اثنين ثلاثه زي ما انت عايز. قلت ايه؟ قلت ايه يا سيدنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اهلا وسهلا، حلت البركه علينا يا سيدي.
ايه اللي جرى لها فجأة بقت كده؟ ان شاء الله ربنا يشفيها على دين سيدنا. تعال تعال يا سيدي، سيدنا ياخد راحته، احنا جنبك، بربة تحتاج حاجة. مجهوم الطول اللي على البيت. خير يا سيدي؟ هي نايمة دلوقتي. اوعى حد يدخل عليها ويصحيها، ان شاء الله هتكون رايقة. طب استنى بس، مفيش في يدي حاجة تانية اعملها. نجيب عربية توصلها. سكتي عارفها. مجهوم الطول اللي على البيت. We'll be right back.
بيت ماما. صباح الخير. أنا نمت كده إزاي؟ إحنا جينا هنا إمتى؟ مامي هو أنا؟ إيه اللي بيحصل لي؟ ما تخافيش يا أختي، اسم الله عليكي، اطمني، اطمني يا أختي. ما تخافش إزاي؟ مامي أنا مش فاكرة حاجة خالص. إحنا جينا هنا إمتى وليه؟ اطمني. قومي خدي شاور، صلي على سيدنا محمد. قومي يا اختي، قومي يا اختي، اسم الله عليكي، قومي يا اختي، قومي يا اختي. بسم الله الرحمن الرحيم. برعي برعي. ايه في ايه؟ جرى ايه؟ ياسمين خفت يا اخويا. خفت؟ خفت يعني ايه؟ شرطي اللي بتشتها طلعت. ايوه النبي. يعني هي دلوقتي خفت؟ خفت؟ خفت وقامت من السرير زي الفل، ولا كان فيها اي حاجه خالص، وكمان مش فاكره جت امتى ولا ايه اللي حصل، ولا كانت فاكره اللي بيحصل لها خالص، وبتاخد شاور كمان. وخلف ده مسها زي ما قلتي؟ مش عارفه. مش عارفه يا اخويا. أنا خايف الراجل ده يجرى له حاجة، بنتي ترجع للي كانت عليه. لا ما تخافيش، مش هيحصل حاجة إن شاء الله. يا رب يا أخويا إن شاء الله. أنا راح أقول لهم يحضروا الأكل عشان ناكل كلنا لقمة مع بعض. الله اللهم صل على سيدنا محمد. الله اكبر. طارق عامل ايه يا حاج؟ نحمد ربنا. اسمع يا شيخ خلف، لو كنت فاكر انها داري على عملتك عشان ولد طارق تبقى غلطان. ربنا لو كاتب له الموت لا انت ولا اكبر منك هتقدروا تعملوا له حاجة. كنت عارف انك هتقول كده. ربنا يبارك لك فيه. السلام عليكم. رايح فين؟ تعرف انت لو رجلك خطت عتبة الباب ده خطوة واحدة هيقتلوك. ما ياخد الروح الا اللي خالقها. تعال بس تعال. تعال اقعد وقول لي
انت رحت سرقت بر عليهم مال، رحت سرقت بر عليه. هم اللي خدوني. خدوك ليه؟ ما اقدرش اكشف سر حد. لو كان على السرقه احنا ندفع الدية. ما سرقتش، ما سرقتش. وبنت اخته ضرتها بحاجه؟ يعني ما قربتش عليه؟ مسيت البت يا شيخ خلف. البت زي ما كانت، زي ما دخلت عليها زي ما طلعت. أنا عايز أسمعها منك من غير لف ولا دوران. البت بكر، العلم عند الله. يعني إيه؟ عملت لهاش حاجة؟ اطلق! اشتهيت. اشتهيتها من جواي. شيطانها غلبني. فين الحرامي اللي عندك يا عمدة؟ أنا ما عنديش حرامية يا سعادة الباشا، أنا عندي الشيخ خلف والمتهم بريء. عارفين يا سيدي، سلمني بقى الشيخ خلف. الله، فين هو؟ أنا أهو قدامك أهو. خدوه. شكرين يا عمدة. سلام يا باشا. مع غربي تاخذ رجاله وياك وتروح.
تراقبوا الناقص اللي اسمه برعه ده، هو ورجالته، واللي يقرب من الشيخ خلف طخوه على طول. اوامرك يا حاج. يلا. وانت يا دغار. اوامر يا عمدي. ياخذ رجاله وتعسكره قدام المركز. يلا. اوامرك يا عمدي. وكانوا يتقون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا ادخل. حرما حرما يا مولانا، تفضل. جمعا ان شاء الله. عايز الذهب اللي سرق منك. ايه الذهب؟ ايه، ما سرقش مني حاجه. انا قلت كده بس عشان انت عارف. خلاص خلاص، بس انا قلت ان ليا شروط. طب فهمنا الاول وبعدين اتشرط. في ذهب مدفون هدلكم على مكانه، كنز. فينه الكنز ده؟ مش هقول لك فينه الا لما توافقوا على شروطي. موافقين على كل شروطك؟ ده انت تؤمر، اتشرط زي ما انت عايز. نويت ادخل على بنت اختك الليله ان شاء الله على سنه الله ورسوله. انت تتجوز بنت اختي؟ انت؟ السلام عليكم يا مولانا. تعرفي مالك حنك كده وضحكوا معاه؟ مالك في كده؟ روح تاني. هام الكنز ده هيتقسم. طبعا هيتقسم علينا احنا الثلاثه، مش كده؟ لا، اعتبر نصيبي مهر بنت اختك. كنت ظلمك معاه. هنعمل ايه في اللي احنا فيه ده؟ انا خلاص ما عرفش افكر. جينا جربنا الدكاتره والمشايخ كمان، خربت ايه؟ مش فاهم انا دي. اخدها واسافر المغرب يا اخويا، بيقولوا المغرب. ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ الله، ما كفناش عن المصايب دي؟ يعني عايزني البت تروح من ايدي؟ مصيبه ولا اكبر من كده؟ الشيخ ده اللي اسمه خلف. يوه، احنا مش عايزين نسمع سيره دي تاني. مش تعريفي بس الاول، ايه اللي حصل؟ قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ هو انت كمان قعدت تتكلم معاه بدل ما تروح تقتله؟ هيقولوا ان فيه كنز ودهب كتير. دهب؟ عمور المركز هيؤكد لي ان الراجل ده سره باتع، وانه هو وايه يعني كمان؟ لا مفيش. ما تكمل يا اخويا. كمل اقول ايه؟ ما انت عارفه كل حاجه، عارفه ظروفي. انا جربت السجن. شوف بقول لك يا حسن، الشيخ خلف عاوز اتجوز بنتك. نعم، اهو ده اللي كان ناقص. انت برعي؟ مستحيل تكون اخويا. عايز تضحي ببنتي عشان كنز يا عالم موجود ولا لا؟ لا انا ما قلتش كده. انا كل اللي جه في راسي ان ياسمين ايه ماتت؟ عايز تدفنها بالحياه مع راجل زي ده؟ ما يمكن يكون ده علاجها. علاجها انك تدفنها بالحياه؟ لا، ده انت جبت اخرها.
أنا هاخد بنتي وأطلع بيها على مصر وحوديها أحسن مصحة هناك. استني بس، مالك فيك إيه؟ مش يمكن يكون شفاها على يد الراجل ده؟ أنت مش لسه من شوية قلت كنت أنت عاوزة توديها المغرب؟ بعدين ممكن يكون الراجل ده مسها وكده تبقى مرته. لا أنا مش قادرة أصدق الكلام اللي بيتقال ده، أنا قربت أتجن. يا رب اللي بيحصل لنا ده، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، مش قادر استحمل. مالها البنت دي؟ بالحصن الذي أسسه الله، سوره لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله، مفتاحه لا حول ولا قوة إلا بالله. من أراد لي سوءا أخذله الله همسا همسا، لمسا لمسا، لموسا لموسا، مأمونا مأمونا. أنا الأسد، سهمي نفد منه المدد، لا أبالي من أحد. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إن جاءوني فردهم، وإن بغوا علي فهدهم، فإنك أنت الله ربي وربهم ورب الخلائق كلهم، فسيكفيكهم الله وهو العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو العلي العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا رب.
معجونة الجبل. يا ترى هنعمل متر أنفاق ولا إيه يا باشمهندس؟ ما قلتم يا باشمهندس قرد ولا حسن؟ مش اسمك برضو حسن عبد العزيز إبراهيم؟ إياك تفتح الباب دي. عارف ليه؟ عشان حسن مات. مات. وإياك تجيب سيرته تاني. ليه؟ ري على فين؟ طلعت من باب البلة دي. مش يبقى حسن بس اللي مات، انت كمان هتموت. الغفر كلهم واخدين اوامر، لو شافوك بصيت من شباك ولا باب هيقتلوك. ده هتقعد محبوس في البلة دي لحد ما تجيب اخرك او تكون اخرك. اوعى تفتكر ان العفاريت والجن بتوعك دول هيفلتوك من يدي. انت اللي عملته فيها الشيخ خلف حدش عمله. انا مش عارف كيف طوعتك. طمعك اكحت يا ابو راعي، اكحت. هتطلع الدهب، دهب هيزغلل عينيك ويزلزل عقلك ويعصر قلبك ويخطف روحك. وردم، بس قبل ما تردم اتأكد عتردم على ايه، لان الذهب اللي هتطلعه من الارض تيجي تروح، وربنا وحده اللي يعلم هتكون روح مين. يا احمد بيه، بركاتك يا شيخ خالد، بركاتك يا شيخ خالد، بركاتك. شفت هذه في الزغنوط؟ يا ولد يا احمد بيه، يا احمد بيه. بعد اللي سمعته من عماد بيه بجد بجد انت مكشوف عنك الحجاب، ويا ريت يا ريت نشوف الفلوس. اجل اه طبعا نشوف الفلوس بعد الشغل، نتعرف على بعض. اهلا وسهلا. انا اتجوز من ده؟ من مين؟ من دجال؟ دجال ايه يا ياسمين؟ ده ولي من الاولياء وكمان مهندس. ده فتح كنز لخالك يسوى ملايين. عارفه يعني ايه ملايين يا ياسمين؟ يعني ايه وهبابين؟ انتوا مفيش في دماغكم غير الفلوس؟ مش حاسين بالمصيبه اللي انتوا عملتوها؟ لو مسميها مصيبه يا ياسمين يبقى لازم افهمك كل حاجه. انت يا بنتي مش عارفه انت كنت في انهي حاله، مش عارفه كنت بتعملي ايه في نفسك. اهدي يا ياسمين كده وافهمي. الراجل ده من يوم ما اتجوزك والحمد لله رجعتي احسن من الاول. انت كنت عاوزاني اعمل ايه يا بنتي؟ انت بتعرف لحمك وبتقطعي في هدومك وعايزه تمشي في الشوارع عريانه. والله عايزه تفهميني انك كنت خايفه عليا وبس، على سلامتي وبس، ما كنتيش طمعانه في الكنز اللي فتحه لكم. الدجال ده لازم يطلقني وحالا. انا مش قادره اتصور ان واحد بالبشاعه دي ممكن يشوف لحم. الدجال ده يتجوزني انا؟ والله لو انطبقت السما على الارض ما هيحصل. اقعدي اقعدي. اتفضل يا مولانا. استني يا بنت. اوعي كده سيبيني. هو فين؟ اطلعي اوضتك، ما تنجلهوش الا بامري. اطلعي. معلش يا سيدنا، هو النبي ما تزعل منها، دي لسه عيله صغيره مش فاهمه حاجه. اطلعي. حاضر حقك علينا. يلا يا بنتي اطلعي. اهدى يا مولانا كده امال. طب المدام مراتك امال مين الهانم؟ خد حاجتك وتوكل على الله. ارجع مطرحك واقعدي لحد ما تاخدي حقك. ليه مولانا اوفر كده؟
أنا في حياتي ما شفت مشايخ بالطريقة دي. هما مش بيقولوا كل شيخ له طريقة ولا إيه؟ تشربيها يا باشا. تشكر يا عمدة. أنا مدرب من واحد زي ده وأنتوا واقفين تتفرجوا؟ أنا أكيد بحر. لا ده كابوس. اهدي يا ياسمين يا بنتي، حرام عليكي. اخرج بره، قولي لي يا ماما يخرج بره. انت عارف انت لو ما خرجتش من هنا انا هرتكب في الجنايه. لو قربت مني انا هموت نفسي. الحمد لله على السلامة. انت طالب. صباح الخير يا شيخ دادي. ها قول لي، نمت كويس؟ طبعا، ما انا لازم اطمن عليك عشان الشغل بتاعنا يطلع مية مية. اسمع بقى، الكلام اللي هقوله ده كلام مهم. كتب التاريخ بتقول ان التماثيل اللي طلعتوها كانت هي وش التورته. انا ما اخبيش عليك، حاولت احفر بس ما جاتش فايده. وهنا يجي دورك انت بقى، انت اللي هتقول لي احفر فين. وانا من ناحيتي وشرف امي لعيشك في دنيا تانية. هو لسه في دنيا تانية؟ طبعا، دنيا كلها عز ومتع، تاكل اطعم والذ اكل، تلبس اشيك لبس، تسكن في افخم قصر. انت مش عندك كل الحاجات دي؟ عايز ايه تاني؟ عايز باقي التورتة. مش هستنى عليك كتير، ولا عايزني كل يوم ابعت لك صباع من صوابع شربات؟ اسف، قصدي من صوابع المدام. يفكرك يعني ينشطك براحتك. الليلة هنكحك. الله عليك، عسل النبي برضو عسل. نطلع، أسيبك براحتك. الحلاوة دي عندنا احنا. Thank you.
يا رب يا رب نجيك يا رب يا رب نجيك يا حسن. أنا مش هقدر أستحمل أكتر من كده، يلا بقى! خلاص، عزم براحتك، إحنا هنا كلنا في انتظار وخدمة معاليك. النار اللي ولعتها ما هتعرفش تطفيها. لا نار ايه ده، انت حبيب قلبي يا دادي. اتفضل. انا عايزكم بقى توضبوا لي احلى جو خيالي هنعيش فيه انا وانتوا وبس. يعني بيه شفت لك علي النعمة هعيشك في دنيا تانية. ما ترمي البتاع اللي في ايدك دي. جهز لك كل حاجة لو عايز تهد جبل المقطع، احنا جاهزين. مرتي ترجع بيتها قبل ما نمشي. مرتك هترجع بيتها بإذن الله بعد ما ترجع بالسلامة ومعاك المطلوب. ليه وعد؟ وعد. يلا يا رجالة. يلا يا دادي.
داني يلا بقى ورينا الهمة بإيدك المبروكة الحلوة دي. انت مش هتاجي معانا؟ ماشي. انا بصراحة ضلمة وعارب وتعبين ما تلاقينيش. هستناك داني. تجيب العرايس وتيجي 5 مليون عدا ونقدا وقتي. انطلق يا عسل. اكحتوا هنا. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك أسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من كادني في نحره ومكر من مكر بي عائدا علي وحفرة من حفر لي واقعا فيها. حاميم 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 حمى الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلواء. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من بفضله لفضله نسأل نسألك العجل العجل إلهي الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك. اكحتوا عند الحجر ده هتلاقوا. تعالوا حي 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 عليهم.
خطيت برجلك لو خطيت برجلك برا العربية الحياة والعقارب هتلدعك. انت دخلت هنا ازاي؟ انا ما حسيتش بيك لما دخلت العربية، يعني كلها مسجرة فول اوبشن، اعتبرني غريب وما اعرفكش، والغريب اعمى ولو كان بصير. انا قابلت مشايخ كتير بس انت حاجة تانية، وانت كمان حاجة تانية. طب عندي سؤال. يدك هم رجالتي كلهم ماتوا؟ العلم عند الله. العمال هم كمان ماتوا؟ طب دول ايه ذنبهم؟ ناس على باب الله طالعة تسترزق، عملوا ايه غلط عشان يحصل لهم ده؟ وانت راجل بتاع ربنا ما يرضكش اللي طلعهم في نصاص الليالي عشان يكحتوا من اعمالكم سلط عليكم. ما كانوش بيعملوا حاجة غلط ولا حرام يا شيخ، هم كمان ماتوا. العلم عند الله. طبعا ضروري. وانا يا شيخ هموت؟ هتشوف اللي مكتوب لك. اطلع اطلع. بص بقى يا شيخ خلف، عينك على الطريق. وانت لو فاكر ان انا بتهوش، انا ما بتهوش، انت لازم تعرف كويس. تعرف تكتم ولا مستعجل على عمرك؟ لو حد اتحرك هقتله. عارف انا لو حصل لي حاجه مش هتخرج لا انت ولا مراتك من هنا غير جثس. يعني الشربات فين؟ انطق ولا خلص عليك. انت عصبي كده ليه؟ حاضر حاضر، رحيل الست شربات. جليني على الطريق. ها عندك يا ابني؟
محدش يتحرك. خايفة من ايه؟ خايفة للبشمهندس حسن ينسى شربات الغلبانة. انت اللي رجعتي حسن وحيتي من تاني. انا كنت دفنته من سنين. بعد الشر عليك.